السلام عليكم طلاب، شلون الصحة؟ إن شاء الله تكونون بألف خير. بإذن الله بالفيديو مال اليوم راح نشرح الجزء الثالث والأخير من المنظمة الخامسة مالتنا. عندنا ترانزستور كونفيجريشن اللي هي طرق ربط للترانزستور. 3 basic circuit configurations are used for transistor amplifiers. عندنا احنا ثلاث طرق أساسية أو ثلاث خرائط أساسية للدوائر الكهربائية مالتنا احنا نستخدمها لدوائر مضخمات الترانزستور اللي هي تكبر الإشارة اللي مصنوعة من الترانزستور. These three depend upon which one of the terminals is mean common to both the input and the output. هذين ثلاث دوائر تعتمد على واحد من الأطراف الثلاثة مال الترانزستور أن نحطه مشترك ما بين الانبوت وما بين الاوتبوت. The configurations are known as common emitter, common collector and common base. طرق الرابط الثلاث أو خرائط الرابط الثلاثة معروفة على أن هي دائرة الباعث المشترك، دائرة الجامع المشترك، ودائرة القاعدة المشتركة الموضحة أدناه. عندنا مثلا هسه هنا الانبوت ماتي على البيس، الجراوند هو الاميتر، والاوتبوت ماتي على الكولكتر. اخذ لوب هنا، لاحظ اني قاعد افتر ما بين البيس والاميتر، هذا الانبوت لوب. هنا اللوب اللي هنا ما بين الكولكتر والاميتر. الاميتر صار مشترك، ذكرتها مرتين، ذكرتها بالانبوت لوب وذكرتها بالاوتبوت لوب، اذا هاي الدائره هي كومن اميتر، هو المشترك بيناتهم. هنا ايش عندنا؟ هنا عندنا بيس وكولكتر. هنا ايش عندنا؟ هنا اميتر وكولكتر. اذا الكولكتر هو اللي صار كومن، هو المشترك ما بين الانبوت لوب والاوتبوت لوب. هنا ايش عندنا؟ هنا عندنا اميتر وبيس، وهنا عندنا كولكتر وبيس. اذا شنو المشترك؟ هو كومن بيس. اوكي، هاي الدائره مالتنا احنا. نجي اول شيء نشرح على الكومن بيس كونفيجريشن اللي هي الثالثه، راح نشرحها هي اول وحده. To fully describe the common base amplifiers, it requires two sets of characteristics, one for the input side and the other for the output side. أود إحنا نشرح بالتفصيل مضخمات اللي هي تعتمد على الكومن بيس، اللي بها البيس هي المشتركة ما بين input والoutput. يتطلب الأمر مخططين يوضحون العلاقة ما بين التيار والفولتية. واحد من المخططين هو بالنسبة للجهة الإدخال، والآخر لجهة الإخراج. The input set for the common base amplifier relates an input current IE to an output to input voltage VBE for various levels of output voltage VCB. ده نقول مخطط ليوضح العلاقة بالنسبة للإدخال مالتي أني للترانزستور، دائرة المضخم للترانزستور اللي هي common base، يوضح العلاقة ما بين تيار الإدخال I emitter، هذا هو I emitter، تلاحظون تيار الإدخال هو هذا I emitter، ويا فولتية الإدخال اللي هي VBE، الفولتية ما بين البيس والإميتر اللي هي هنا، مستويات مختلفة من الـ VCB، مستويات مختلفة من الفولتية الموجودة هنا ما بين كولكتر والبيس اللي هو هذا، هذا هو مخطط الإدخال. تيار الإدخال ما تعني هو تيار الإميتر بالنسبة لهاي الدائرة، ويا فولتية الإدخال اللي هي VBE بالنسبة لهاي الدائرة، ويا فولتيات مختلفة من فولتيات الإخراج اللي هي VCB. هذا الكيرف كلش مهم، هو فتشيتو متعودين عليه نوعا ما من الدايودات، اللي هي الدايودات وكأنها ما تبدي توصل لحد ما توصل تقريبا 0.7 0.8، يلا تصير قيمتها شوية ملحوظة أكبر من 1 ملي أمبير، يلا تبدي توصل. انتقل للسلايد اللي بعده. The output set relates output current to output voltage for various levels of input currents. أما مخطط الإخراج يوضح العلاقة ما بين تيار الإخراج اللي هو تيار الكولكتر مع فولتية الإخراج اللي هي VCB، أوكي، مستويات مختلفة من تيار الإدخال. مستويات مختلفة إحنا عندنا من تيار الإدخال، مرة الآي إمتار صفر، مرة واحد اثنين ثلاثة أربعة، طبعاً كلهم بالملي أمبير. The output set of characteristics has three basic regions of interest: active, cutoff, and saturation regions. مخطط الإخراج هذا مالتنا إحنا بثلاث مناطق إحنا مهتمين بيها: الأكتيف اللي هي المنطقة النشطة، الكاتوف اللي هي منطقة القطع، والساتوريشن اللي هي منطقة التشبع. هذين إحنا مهتمين بيهن، ليش؟ لأن ترى الترانزستور بكل واحدة منهن يختلف مع التصرف. The active region is the region normally employed for linear amplifiers. هاي المنطقة عادة إحنا نستخدمها، هاي الأكتيف عادة إحنا نستخدمها لو إحنا نريد نصنع من ماتي ترانزستور فد مكبر إشارة خطي. In the active region, the collector base junction reverse biased, while the base emitter junction is forward biased. بهالمنطقة الactive التقاطع ما بين collector والbase reverse biased، بينما التقاطع ما بين الemitter والbase هو forward biased، معناتها بالانحياز الأمامي. Reverse biased طبعا شيء اعتيادي، معناتها بالانحياز العكسي. As seen above, the curves clearly indicate that the first approximation to the relationship between IE and IC in the active region is given by I collector is I emitter. انبهنا هسه هذا المحور الصادي مالتنا احنا هو I collector، نانا 1 ملي امبير، نانا 2 3 4 5 6. نلاحظ بان هو بال 1 ملي امبير تيار الاميتر تقريبا همنا 1 ملي امبير، بال 2 ملي امبير تيار الاميتر همنا تقريبا 2، وهكذا كل الارقام. مثلا بال 7 ملي امبير تيار الاميتر همنا تقريبا 7 ملي امبير. فنقدر نقول بان هو بالمنطقه
collective, تيار الكولكتر يساوينا تقريبا تيار الإميتر. The cutoff region is defined as the region where the collector current is 0 ampere. المنطقة الكاتوف نقدر نعرفها هي المنطقة اللي بيها الكولكتر كرنت هذا التيار هو صفر. تلاحظون هاي المنطقة؟ هاي المنطقة اللي هي تيار الكولكتر هو صفر. ماتني. In the cutoff region, the collector base and base emitter junction of transistor are both reverse biased. منطقة الكاتوف منطقة القطع اللي ما بيها أي توصيل عدي آني التقاطعين ماتي آني ثيناتهم reverse biased. أوكي الكولكتر بيس والإميتر بيس ثيناتهم. التقاطعين ماتي عن ثنياتهم reverse bias ثنياتهم open circuit في ما يوصلون تيار ولذلك اسمه cutoff اللي هو قطع. Saturation region is defined as that region of the characteristics to the left of VCB equals 0 vertical line. منطقة saturation منطقة الشبع هي معرفة وينها هي المنطقة الموجودة على يسار المخطط VCB سانة 0. VCB هي هاي هنا VCB سانة 20 سانة 15 10 5 هنا هذا الصفر أرسم من أنا خط عمودي هذا خط من أنا هيك هذا الصفر أوكي المنطقة اللي على يساره يسموها saturation هذا احنا قاعد نقوله بهاي الجملة هذا الخط العامودي اللي بيد في سي بي تساوي صفر المنطقة اللي على يساري يسويها saturation اللي هي التشبع ماتياني note the very large exponential increase in collector current as the voltage VCB increases from negative towards 0 volts لاحظ بهاي المنطقة الزيادة الكبيرة في تيار الكولكتر اوكي زيادة كبيرة ماتياني تيار الكولكتر لما الفولتية تزداد من القيمة السالبة للصفر شوفوا هنا من السالب واحد قاعد تزداد للصفر شوفوا الزيادة الكل الشبيرة بقيمة التيار تيار قد قاعد يصعد بينما من الصفر للخمسة شوفوا هنا 5 فولت تيار مهل قد قاعد يصعد بينما بس من السالب واحد للصفر لا تيار هذا الكيرف صعد صعدة كلش سريعة In the saturation region the collector base and emitter base junction of a transistor are both forward biased منطقة التشبع ماتي أنا الكولكتر بيس والإميتر بيس جنكشن ثنيناتهم فورورد بايز ثنيناتهم الانحياز الأمامي مالتي أنا انتقل السلايد الأخير من هاي المنظمة ترانزستور كونفيجريشنز بعد احنا ضمن نفس الموضوع The DC values of AC of IC and IE are related by a quantity called alpha and defined by the following equation قاعد نقول بأن القيم الدي سي تيار الكولكتر وتيار الإميتر مربوطات بفد كمية احنا نسميها الفا وهي موضحة في العلاقة التالية الألفا دي سي هي اي كولكتر على اي إميتر أيكم تذكرون دائما بأن الاي إميتر أعلى من الاي كولكتر فهذا الشيء معناته بأن الألفا دائما قيمتها أقل من واحد أوكي؟ الألفا دائما قيمتها أقل من واحد The value of alpha typically ranges from 0.9 to 0.998 قيم الألفا عادة تتراوح من 0.9 إلى 0.998 For AC, alpha is defined by بالنسبة إذا إحنا عندنا AC فالAC يساوي نتغير تيار الكولكتر على تغير تيار الإميتر أوكي؟ هنا مو عندنا I كولكتر على I إميتر ليش إن هي قيمة واحدة؟ بينما هنا عندي ماكسيمم ومينيمم تيار الكولكتر وعندي ماكسيمم ومينيمم تيار الإميتر لازم أخذ التغير ماكسيمم ناقصا مينيمم على ماكسيمم ناقصا مينيمم The AC alpha and DC alpha are quite close allowing the use of value of one of them instead of the other قيم الألفا الأي سي والألفا الدي سي عادة متقاربة للغاية مما يتيح لنا استخدام القيمة إحداهما بدل الأخرى لأن هي قيمهن كلش متقاربة فإحنا بس نطلع قيمة واحدة من عندهن نقدر نعوضها بدل الثانية Transistor Amplifying Action أنا بس قاعد أعطي فد مثال كلش بسيط أنه مثال مو عملي ولما بس يجفت شي كلش توضيحي هاي دارة مو عملية مو رابط حقيقي فشي توضيحي إلنا إحنا بس يا عملية التكبير شون قاعد تصير مثلا هسه هاي دارة هي مكبرة فولتية شون قاعد تصير The basic amplifying action of the transistor can be introduced using the circuit shown. عملية التكبير البسيطة أو الأساسية للترانزستور ممكن احنا نقدمها ونعرفها باستخدام هاي الدائرة الموضحة هنا. For the common base configuration, the AC input resistance is quite small and typically ranges from 10 to 100 ohms. نقول احنا لدائرة الكومن بيس عادة الممانعة مال إدخال ماتياني العفو المقاومة مو الممانعة المقاومة مال إدخال هي قيمتها قليلة للغاية تتراوح من 10 إلى 100 ohm أين أنا فارضها بأن هي 20 ohm أوكي المقاومة مال إدخال 20 ohm The output resistance is quite high and typically ranges from 50 kilo ohms to 1 mega ohm. مقاومة الإدخال هي عادة كبيرة للغاية وتتراوح ما بين 50 كيلو ohm إلى 1 ميجا ohm. هنا نحن حاطيها بهالمثال 100 كيلو ohm بهالمثال. Okay, which is 100 kilo ohm وهي ضمن هذا الرينج من 50 لل 1 ميجا. لنشوف عملية التكبير. عملية التكبير عموداني أحسبها لازم أنا أشوف لازم أنا أشوف مات يعني الفولتيات اللي قاعدة تصير ما بين الانبوت والاوتبوت وش قد قيمة التكبير مات يعني بقى اول شيء تيار الانبوت تيار الانبوت هو يساوينا في انبوت على ار انبوت فهي 200 ملي فولت على 20 اوم
هاي 200 ملي فولت على 20 صفر ويصفي يروح والاثنين والعشرين يصير عندي 10 ملي أمبير. أوكي 10 ملي أمبير. بهالحالة إحنا نفترض بين قيمة الألفا تساوينا واحد اللي هو تيار الكوليكتر هو نفس تيار الإيمتر. هاي بس عم نسهل الرياضيات مالتنا إحنا. آي لود هو نفس تيار الإدخال ماتياني اللي هو 10 ملي أمبير. هاي بس إيش للسهولة حنفترض بين هذا التيار هو نفسه هذا ما عدين تيار قاعد يمر بالبيس. أوكي هسه إحنا نريد نحسب قيمة الفي لود اللي هي الفولتية حول مقاومة الحمل. حيساوينا آي لود في آر كوليكتر. الآر اللي هي مربوطة على الكوليكتر ماتياني. اي لود هو نفسه 10 ملي امبير. احنا قلنا تيار الاميتر اللي هو نفسه تيار الانبوت ونفسه تيار اللود اللي هو تيار الكولكتر مات يعني 10 ملي امبير. بس عاد سهل الحسابات. المقاومه على الاوتبوت مات يعني 5 كيلو اوم. فحضرب 10 ملي امبير في 5 كيلو اوم يطلع حيطلع لي 50 فولت. اوكي هاي الملي ويا الكيلو تروح 10 في 5 50. مقدار تكبير الفولتيه بهاي الدائره وشنو هو فولتيه الاوتبوت على فولتيه الانبوت. دانا نريد نحسب مقدار التكبير لازم اشوف اخر اوتبوت ويا اول انبوت. فاخر اوتبوت يقرا عندي يعني 50 فولت واول انبوت هو 20 ملي 200 ملي فولت. هاي اذا اقسمها يطلع لي 250. ما معناتها بان هاي الدائره عندها القابليه بان تكبر فولتيه الاوتبوت 250 مره بقد فولتيه الانبوت. اوكي هذا الرسم انتم موضع على بين بي. هذا رسم بس شيء توضيحي وهذا المثال هو كل على بعضه فشيء بس توضيحي. In the above example which is not practical the biasing voltages are not shown since the focus is on the amplification. بالمثال اعلاه اللي هو ليس عملي ليش ماكو لا المصادر الدي سي موضحه ولا اي شيء. فولتيات الباسنج فولتجز دي سي ليست موضحه لان التركيز مالتنا احنا هو على الامبليفيكيشن على تكبير مال الاشاره. هذا آخر سلايد بالنسبة لهذه المنزلة. عندكم أي استفسار أو شيء اكتبوا لي بالتعليقات. أنا ما حقصر إياكم. يلا تحياتي شباب مع السلامة.